الدوسي. الدوسي اليوم باش نرجع فيه على الجريمة اللي صارت في صفاقس، تحديدا في طريق المهدية كيلومتر 10 شارع الزيت، واللي مشى ضحيتها الشاب التونسي، ضحية جريمة قتل أكيد هي اللي كانت شرارة برشا احتجاجات وبرشا ردود أفعال من عند التوانسة، وكلنا ظهر لي بلاد كاملة تحكي في نفس الشيء في علاقة بوجود أفريقة جنوب الصحراء في تونس. لكن الجريمة هذه ما وقفتش عند مستوى جريمة القتل، بما أنه كان فما موجود ضحية أخرى في نفس الليلة هذه، ضحية اعتداء بالعنف، شخص آخر كان هو زاد متضرر، تم الاعتداء عليه من نفس المجموعة اللي قامت بجريمة القتل هذه. الضحية الثانية متاع الاعتداء بالعنف هو زهير، زهير الجمل اللي موجود معانا بالتليفون، باش نحاولوا ناخذوه باش يحكي لنا التفاصيل حصرية، شنو اللي صار بالضبط ليلة اللي صارت الجريمة. قبل كل شيء باش نحكيوا معاه نطمنوا على صحته اكيد. زهير صباح الخير، شنو احوالك توا، شنو احوال الصحة؟ نتمنيو انك تكون بخير. صباح الخير صحة حسين، زهير ماناش نسمعوا فيك مليح. الحمد لله لاباس. صباح الخير خويا. فوالا يزيد شوية في الصوت نتاعك، نجمو نسمعوك وتسمعك الناس. صباح الخير، طمنا على الصحة نتاعك، ساعة أنت لاباس، دخلت السبيطار، قعدت في السبيطار وخرجت، ولا شنو اللي صار بالضبط؟ وليت توفى فيدي مرحوم الله يرحمه، مشيت معاه في الأمبيلونس، مشيت مات هو في مات، مشيت أنا وحدي للسبيطار، ما شافني حد، ما راني حد، يعني ناس تصور فيها وتضرب، ما مشيت أنا وتضرب وضرب. برا مقطع في الاخر باش خيطته، وانا عملت فيتا يعني استعجالي، خيطت في جبينك هكا ولا خيطوا لي فوق راسي، يعني في جبيني بالضبط فوق عيني بشويه. قداش من غرزه؟ والله انا نعرف 7 10، ما عرفش من تضرب، ما نحسبش، انا مش بديت غريزي عملتي ما علينا، مش قلت لي انت اللي المرحوم الله يرحمه ونترحم عليه مره اخرى مات بين يديك، معناها في الفيديو اللي مصوره هذيك اللي هبطت من عند نائب مجلس النواب، انت الشخص اللي كنت تحمل في الضحيه في يديك هكا ولا؟ انا اللي بصراحه يعني الضحك قدامي، انا شيء حتى في فيلم ما شفتش انا طريقه الذبح نتاعو، طريقة بشعة كبيرة. باه باش نرجعوا للتفاصيل بشوية بشوية زهير لو كانت تبعني، ومن غير ما ندخلوا برشا زادة في التفاصيل، خاطر أكيد فما حاجات عنيفة ما نحبوش، فما ناس يمكن تتقلق، وبيان سور باش نحميو الناس كل اللي تسمع فينا. أما خلينا نبداو بشوية بشوية، ليلتها أنت كنت موجود مع الضحية غادي قاعدين متعديين، كيفاش كنتوا، شنو كنتوا تعملوا بالضبط؟ أنا ليلتها باش نكون قدام ربي، أنا ليلتها مع الناس، جمة الناس اللي تحب تخرج العباد، يعني سلمي طريقة سلمية، شربت عشية، جاوا 3 من الناس في الحومة يتمشاو، عاملين وكر متاع دعارة، وعاملين خمارة هسا نسمعوا بالشراب، غاديكا يسمعوا يخمروا بالشراب، قعد زوز يتمشاو، يسلطوا على زوز ديال الحومة، سلطوا على واحد يعني يخدم ترونسبورتير يعني حمام، رجل قلت له زير طيب بصغار وكل شيء، قعد يسلطوا علي، ولاد الحومة زوز ولاد حومتي، كذا السيدة شنو صار بالضبط؟ وزوز ولاد حومة شنو عملوا؟ قلت لك عندنا واحد حمال يحمل يعني عنده كهرباء. اي. قعد بيه اللي شارب الشراب يعني قعد يتمشى قدامهم وهم يسعوا في الشراب زي ما كاميرون. باهي. قعد يتمشى قدام في الزنقة في الحي هذاك في الناج، الناج بتاع المسمودي ونجح مسمودي. قعد يتكرم على هذاك. أخي قعد يتسلط على هذا حمال. نعم هو الناس كل تعرف اسمه علي. جبت شوية روحه. ولاد الحومة مشاو يسألوا بيش بيك شبيك شبيك. أنا راه تربط عليا. ونبهم عليهم زاد مش خايف. تعرف أنت يا فارقة والناس مغلغلة. أخي مشاو للديار خرج 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 خرج. خرجوا 4 من الناس ولا 4 5 هكا. 4 من أفريقيا جنوب الصحراء هكا. ثم أي نعم. ثم كاميرونيين. كامورون خرجوا من الباب. اي. حتى فيتو موسى ليش فيتو موسى انا قلت مع بيت واقف الخدام. اي. فيتو موسى انا ما سيبتوش يعني قلت لا قدر الله يضرب شي حد خاطر نتبع فيه في الحجاب غير ما واحد خصم ربي ما نكذبش انا. قعدت نتبع فيه. قعدت من جرى وفي جرته خذها الدوره الاولى الدوره الثانيه اللي تقابل هو والمرحوم. المرحوم ما عنده موبيلات زرقاء وقف على السيكوات
حبي يهرب حبي خاف وش بدروه شوية جبته ممرت عمه ولا واحدة من فامينتاو اسكن غبيتا ابنتها فوق ما هو كاول غالب باك الكدفاري اللي كامروني رجع عليه به به معناها هو المرحوم اللي توفى مكان حتى مكان عنده حتى علاقة بالتشابك ولا المشكلة اللي صارت كان متعدي بالموتور متاعه ربي واقف ما عنده حتى علاقة ربي شاهد عليه ما عنده حتى علاقة لا مشى مع الديار ولا خرج ولا اتكلم ولا عمل شيء. وانت كيفاش تمت الإصابة متاعك انت كيفاش تضربت؟ انا قلت له نزار قعدت معي بصوت عالي نزار ابعد يا نزار ابعد وما بعدش خاصة أنا نمت الحجر ونضرب ثم خوية كيف علي الحجر سيبت عنا كيف كيف خلص بك الخوية جبت حجرتين أنا جبت وجدني حاجة أنا تضرب من هنا هو تضبح من هنا يريك يعني شفت أنا شفت المنظر ماضي به من بعد هما العملية هذه متاع الجريمة قديش من واحد بالضبط من اللي كانوا مشاركين في العملية متاع الجريمة هذه؟ ثلاثة أشخاص به ثلاثة أشخاص هذوما أنتوما كأولاد الحومة غادي تعرفوهم ولا ما تعرفوهمش؟ ثم اللي يعرفهم ويتعامل معهم في الحومة غاديكا. شو معناها يتعامل معهم بالضبط؟ يعني ما كانش أنا كما أقول احنا صغار ما أنا ما يعرفش صغير ليش هيك نحكي الرسمي أنا فل صغير كي ندلوا سواجر ولا ندلوا حاجة اعتقد ايش المرة يقولوا عندهم الكوكا عندهم الزطلة واللي تمجدوا التوى اللي يستمعهم انا كنت منت سلامس تشد على الزطلة تشد قبل من عند سلطات الامنية على الزطلة الموقوف اسمعني مش معك شوية الموقوف توى واحد موقوف كان مجدود على الزطلة يعني وقفوا الحاكم شدوا على الزطلة شدوا متعاطي الزطلة شدوا والوليد اللي معي انا اللي شاهد معي قال له سجل رسم انقى قال له حتى كوكا يتعاوت او بالمادة مخدرة يعني حاجة ولا يصنع في الشراب يدين في قلب الحي يعني في منبع الحي هي غلطة مش غلطة غلطة اللي احنا بسيطة نكريرهم بالديار حتى انا غلطنا راه نكريرهم بالديار اللي هي راه نورمال انت قدامك تعرف جارك شامل به زهير هل صار قبل مشاكل في الحومة مع الناس هذوما صارت بعض المناوشات ولا لا؟ يصير مناوشات قبلنا ما مش مناوشات بالطريقة هذه يعني يجيو القهوة مناوشة تك تك وتمشي على الروح انت بيان عندي وسعمتي او في الحبس او محكوم على حاجة من امان على افريكا زهير الناس هذية كيف يعيشوا غادي في الحومة تحركاتهم وغيره هل هي ناس عندها فلوس ظاهر انه عندها فلوس ولا لا؟ انا اعطيك معلومة قاعد نعطيك معلومة هيك عندهم هذا الكابو بتاعهم يكري الكراب من الحبارة وعنده جروب في الحبارة يكريوا بالكراب ويسوقوا برمياتهم ولا اعتبارة يعني عايشين في اعتبارة مافيا هذا ما انسان مافيا ناس مافيا كاميرون هذا ما مافيا به و زهير بعد ما تمت الجريمة وتم الاعتداء بالعنف عليك وغيره كيفاش صارت عملية الهروب متاعهم؟ هل هربوا مع بعضهم؟ هل فما ناس أخرين خلطوا عليهم ومشيوا معاهم ولا كيفاش صارت عملية الهروب متاعهم من مسرح الجريمة؟ عملية الهروب بتاع ثلاثة هربوا من شيرة المطبع يعني داروا اليسار خذوا اليسار خذوا اتجاه كما قلوا احنا جديانة حاجة كاكا اتجاه ما خذوش اتجاه آخر أنا بشكل أنا تقطاح شديته في يدي ما مرعون وبعد دقيقة ونص مات في يدي يعني أنا حتى اللي جاء الثاني أخو طارق مادي قلت له سي مات كل ما ماتش برا أنا هكا أنا ما ركزتش ما عرفت مين داروا خاطر تبع فين بالحشر من داروا واللي جاء اللي ضرب المرحوم ضمنته أنا قدامي شفت له ضربته والله غالب ما حد به اخر سؤال ليك زهير تم استدعاكم نتصور اكيد من للابحاث وغيره هل تم عرض باسبورات والا تم عرض افارقه جنوب الصحراء عليكم باش تعرفوا عليهم والا لا؟ شوف تصويره اوكي عرض جابونا افارقه اما هما تو نحكيو الرسمي تو انا مشيت نهارين وبت لي لكن انا ما خدتش كان لي البارح خدت انا كنت شويه مشيت ما قلتش ما مشيتش اما ذا ما اشكال ما في الحاكم ياسر مشان ما نجمش يجي منا يعني تعبات البلاد قلت برشا اي باهي ما لا انتم هل تم طلبوا منكم قوات الامن انكم تحاولوا تتعرفوا على الناس هذيا ولا لا؟ اللي تو ثلاثه المشدودين هذوما ما فيهم واحد كله شام وكل شيء هذايا كبشين فيه احنا يعرفهم
انا يعني هذا ينجم يجيبنا يعرف يعني ثلاثه الموقوفين ما هماش هما الاشخاص اللي قاموا بالجريمه. لا فالمقاموا هذما جراو خرجوا من الدار جراو هربوا. واضح. ومش يضربوا المرحوم. واضح. يعطيك الصحة زهير الجمل. نفكروا ضحية الاعتداء بالعنف في جريمة القتل اللي صارت في صفاقس. يعني اسمع براس سمك تفرح مدفوق. في 10 ثواني بابي قول لي سيدي. ننصحوا العباد ماشي ننصحوا العباد ماشي يسكنوهم ننصحوا العباد ماشي يركبوهم في التاكسيات. اسمعني يا مس هنا واضح واضح زهير. واضح. يعطيك الصحة زهير نشكرك على التدخل نتاعك. يعطيك الصحة زهير. كما قال دعوة من زهير أنه ناس تعرف كيفاش تتعامل خاطر أكيد نجموا نتفهموا شنو اللي قاله زهير هو ضحية اللي هو فيها ولكن مرة أخرى احنا بالعكس في كنف الاحترام إذا إنسان يحترمك لازمك تحترمه مهما كان الشخص هذايا. احنا بالعكس ندعي وأنه الناس كل تتريق تتحكم في ردود الأفعال متاعها وفماش هذايا ناس أنها تتعامل بطريقة غير إنسانية وغير لائقة أكيد. مع أي كان معناتها أي كان والفيصل ما بين الناس كل هو القانون. يعني فما حاجات شفناهم وعشناهم مش حتى في صفاقس وقبل وناس كيفاش خرجوهم من الدار وناس لوحوهم مع صغيرات وفي تخيز اتنسيون حتى احنا كيفاش نتعاملوا نتفهموا الوضعية النفسية نتاع زهير بالضبط. ولكن نردوا بينا معناتها في بعض الرسائل وبعض المواقف أكها ونتعاودوا نترحموا أكيد على المرحوم اللي كان ضحية جريمة القتل. نتمنيه الصحة لزهير ونتمنى أن الأمور تتعدى سلامات في صفاقس ونتجاوزوا هالأزمة هذه بأخف الأضرار. هذه كان الدوسي متاع اليوم. مريم